زيزو افضل وينج يمين في مصر ورفيق كبو بيخسر المقارنة اللي اتعملت باختيار الجمهور. طب ازاي يا جماعة؟ ده جماهير انبي عاملة ملحمة على السوشيال ميديا. هنتكلم عن الموضوع ده، هنتكلم عن رابطة الاندية اللي بتطبل لنادي الزمالك وعايزين يكسبوا اي لعيبة من عندهم ويكوسوها لهم كده بالحب. هنتكلم كمان عن كيفية اختيار اللعيبة اللي بتدخل المقارنة عشان فيها لعب كتير قوي، هنتكلم عليه دلوقتي. هنتكلم عن الجماهيرية الأقوى اللي معروفة وقوة وسيطرة جماهير النادي الأهلي على كل الاستفتاءات وكل التصويتات وكل المقارنات. قبل أي حاجة، لايكات كتير وشير على قد ما تقدر، بقالنا كتير ما بنطلعش لايفات، وحشني جدا والله. كنا أخدين أجازة طويلة قوي، أجازة سافرنا فيها، أجازة ما بنطلعش لايفات خالص، أقصى حاجة بننزل فيديو كل 3-4 أيام لأن الأهلي ما بيلعبش والزمالك كمان ما بيلعبش، مفيش دوري، مفيش أفريقيا، مفيش بطولات محلية اللي بنحبها جدا، ملناش في دوري الأبطال ولا الدوري الإنجليزي ولا الأسباني، بنتفرج عليهم وبنتابعهم بس ما عنديش انتماء أوروبي، فما تلاقينيش بقى قاعد كده بتفرج على الدوريات الأوروبية واطلع اتكلم معاك فيها. احنا بتوع الأهلي ومستنين الأهلي. هنتكلم في تفاصيل كتير قوي، لايكات كتير وشير على قد ما تقدر، اشترك في اليوتيوب وفعل الجرس، في حاجات بتنزل على اليوتيوب ما بتنزلش على الفيسبوك الفترة اللي فاتت، واعمل فولو كده واستنى الجديد وقول لي رايك في موضوع التصويت ده. هل رابطه الانديه اللي بتعمله ده ينفع ولا اللي بيحصل ده قله ادب وتطبيل للزمالك كالعاده في الفتره الاخيره؟ اول حاجه، حصلت مقارنه في مين افضل وينج يمين موجود في مصر، وكان موجود عندنا 4 لعيبه. لما تيجي تبص على ال4 لعيبه تضحك ليه؟ لانك هتلاقي احمد السيد زيزو يستاهل يكون موجود، طبعا يستاهل يكون موجود. هتلاقي موجود كمان مصطفى فتحي لاعب بيراميدز، برضه يستاهل يكون موجود. هتلاقي موجود معاهم رفيق كبو لاعب انبي الكسبان الحقيقي في المقارنه دي، وهتلاقي موجود جريندو لاعب المصري. طيب فين لعيبه الاهلي يا جماعه؟ لا مفيش لعيبه من الاهلي والله. طب ليه مفيش لعيبه من الاهلي يا عم؟ اصل مفيش وينجات حلوه في الاهلي. ازاي يا عم وانا واخد كل البطولات، وانا واخد دوري وكاس وسوبر وافريقيا وكل حاجه لعبت عليها خدتها، هل مفيش وينج يمين في النادي الاهلي كان كويس؟ يقولك والله حسين الشحات هو اللي كويس وهحطه مع الوينجات الليفت عشان ابعده عن زيزو عشان اكسب زيزو. يا عم وانت بتكسب وتخسر بناء على ايه؟ هو انت مش قايل ان التصويت للجماهير الجمهور هو اللي بيتحكم في مين كسبان ومين خسران حسب اراء الجماهير؟ قالك بيبعد لعيبه الاهلي عن الزمالك عشان يقدر يكسب لعيبه الزمالك حاجه، لان وجود لاعب من الزمالك مع لاعب من الاهلي تعرف ان لاعب الاهلي هيبلع لاعب الزمالك حرفيا. جربوها كذا مره لقوها مش نافعه، قالك خلاص نحط لعيبه الزمالك لوحدهم. هرجع لك للجزئيه دي تاني، لكن خلينا نبدا من ورا لقدام. مين افضل حارس مرمى بتصويت الجماهير؟ طبعا محمد الشناوي. طيب دخلوا على الباك رايت، مين افضل باك رايت بتصويت الجماهير؟ كسبها محمد هاني. طيب دخلوا على الباك ليفت، مين افضل باك ليفت بتصويت الجماهير؟ كسبها علي معلول. قالوا لك لا بقى، لا ده مش هينفع، ده كده التشكيل كله هيبقى من النادي الاهلي، كل اللعيبه الافضل في كل مركز جماهير النادي الاهلي هيخلصوها وباكتساح، جماهير الزمالك اصلا مش قادره تقف قدامهم، مش قادره تكون موجوده قدامهم. يا جدع ده لعيبه الاهلي بتكسب بفوق 90%، ده مش حتى مثلا ايه 60 40 ولا كده زي ما بيهمونا ان جماهيريه الزمالك كبيره وكل حاجه بس الاهلاويه اكتر شويه. لا ده جماهيريه طاغيه للنادي الاهلي. قال لك اصل احنا جوه مصر الاهلي اكتر مننا بس شويه قليله. لا شويه قليله فين يا باشا؟ ده احنا قسما بالله كل 10 اهلاويه تلاقي قدامهم زملكاوي واحد جوه مصر وبره مصر كمان، وهجيلك لبره مصر دي، لكن خلينا جوه مصر الاول. يقول لك ما ينفعش حد يبقى كبير غير لما يبقى كبير في منطقته الاول، فخلينا الاول في منطقتنا وخلينا في بلدنا وخلينا في مصر نتكلم على مين الجماهيريه الاكبر. طبعا الموضوع واضح، بداناها الاول كمان بكل جوله في الدوري، 34 جوله كل ملاعب اهلاوي بينزل في اي جوله هو اللي بيكسب باكتساح، بيكسب ب 96 97 98 و99% كمان. طب لو ما فيش لعيبه من الاهلي، جماهير النادي الاهلي بتتحكم في مين يكسب وبتخسر لعيبه الزمالك برضه. هو استقصاد يا جماعه ولا ايه؟ هو استقصاد، هو فرض عضلات، واحنا جامدين قوي على الميديا وبره الميديا كمان. طيب فبعد ما كسب باك يمين محمد هاني، باك شمال علي معلول، حارس مرمى محمد الشناوي، دخلوا على السرد باكات وبدات بقى قله الادب وبدا التطبيل اللي على كبير قوي. بداوا يعملوا ايه؟ انه ما يحطوش لاعب من الزمالك مع لاعب من الاهلي. قال لك احنا عندنا 2 سرد باكات، اول 4 راح حاطط لك مين؟ راح حاطط لك حسام عبد المجيد، اوبا لاعب من الزمالك. طب مين هيتحط معاه؟ حط معاه محمود علاء اللي هو لاعب الزمالك السابق اللي موجود في الاتحاد، ماشي. حط معاه مين تاني؟ لاعب نادي بيراميدز علي جبر اللي هو برده لاعب الزمالك قبل كده وموجود في بيراميدز،
ولاعب تاني من المصري والله ما فاكر اسمه ايه، اربع لعيبه موجودين. طب فين لعيبه الاهلي؟ طب فين محمد عبد المنعم افضل مساك في افريقيا كلها؟ قال لك لا ده مش موجود دلوقتي. طبعا جماهير النادي الاهلي صباح الضحك، يعني ايه اللي بيحصل ده؟ فين محمد عبد المنعم مش موجود؟ قال لك هو التصويت بين الاربعه دول. راح منزل لك محمد عبد المنعم بقى في التصويت اللي بعد كده، لانه ما يقدرش ما ينزلوش، ده تبقى قله ادب. نزل عبد المنعم ونزل معاه محمود مرعي لاعب فيوتشر، ونزل مع احمد رمضان بيكهام، ونزل معاه عمر فايد لاعب المقاولين، وخلوا دول كده في تصويت لوحديهم ودول لوحديهم، لعل وعسى ان حسام عبد المجيد يكسب. ما كسبش برضه، لكن ما نزلش معاه لاعب من الاهلي، مع اني عايز اقول لك ان ياسر ابراهيم يستحق يكون موجود في التصويت ده. ياسر ابراهيم ازاي مش موجود وانا اقوى دفاع في الدوري بفرق كبير جدا عن اقرب حد ليا؟ تخدت محمد عبد المنعم ماشي، لكن ياسر ابراهيم كمان يستحق التواجد؟ ما تواجدش. طيب دي اول حاجه في خط الدفاع، يسكتوا؟ لا ما يسكتوش. دخلنا على نص الملعب فكسب الاثنين الديفندرات، كسب مروان عطيه من النادي الاهلي، وكسب جنبيه محمد رضا بوبو عشان ما كانش موجود لاعب من الاهلي بيلعبوا نفس اللعبه كل مره. برضه دخلوا على صانع اللعب، كان موجود عندك محمد مجدي قفشه ومعاه كارتي ومعاه تقريبا حسين فيصل ولاعب تاني، كسب في الاخر محمد مجدي قفشه لاعب النادي الاهلي. دخل بقى على الوينجات، وهنا بقى الفضيحه الكبرى اللي جاي اكلمك عليها. هتقولي ليه فضيحه؟ هقول لك لانها مقسومه لشقين. الشق الاول انه زي ما بيعمل ما بيحطش لاعب من الاهلي مع الزمالك، حط لك زيزو معاه مصطفى فتحي معاه جريندو معاه رفيق كابو. طب راحت لعبت، راحت جماهير النادي الاهلي داخله على الخط ومكسبه رفيق كابو بشكل واضح جدا، رفيق كابو هو اللي كسب فعلا، راح مدينها لزيزو. طب يا بلطجي يا حبيبي، طب ما تقول من الاول ان انت اللي هتختار، ما تقولش ان تصويت الجماهير وتكسب اللي انت عايزه. كان ممكن بسهوله من الاول خالص تقول ان في رابطه نقاد مثلا هم اللي هيختاروا، ويختاروا بقى هم زي ما هم عايزين وزي ما هم شايفين. هتقول لي يا عم طب انت رايك ايه؟ هو انت شايف اصلا ان زيزو مش افضل باك رايت؟ هقول لك اولا الناس اللي اتحطت معاه دي فين لعيبه الاهلي؟ فين حسين الشحات؟ هتقول اصل حسين الشحات لعب باك ليفت، لعب وينج ليفت في اكتر الاوقات. لا، في اول الدوري كان بيلعب وينج رايت، لان احمد عبد القادر كان بيلعب وينج ليفت لما تاو كان لسه ما بيلعبش اساسي. بعد ما تاو بدا يشارك اساسي وبدات العب بتاو بحسين الشحات، بقى فعلا حسين الشحات يلعب وينج ليفت. لكن في البدايه كان حسين الشحات بيلعب وينج رايت عادي جدا، لان ناحيه الليفت كان بيلعب فيها احمد عبد القادر. فدي اول حاجه، ما حطش معايا حسين الشحات وما حطش تاو. طب ما حطيتش تاو ليه؟ ده مولع الدنيا في الموسم ده. لكن هتقول لي كل ارقامه في دوري ابطال افريقيا في الدوري ما كانش احسن حاجه؟ لا، كان كويس في الدوري برضه. لكن الناس اللي موجودين دول هل كلهم ارقامهم اعلى من تاو؟ يعني مصطفى فتحي وزيزو ممكن، هل جريندو ورفيق كابو الاثنين ارقامهم اعلى من تاو في الدوري ومش ارقامهم دي اللي هو جايب كام جول وجايب كام اسيست بس؟ لا، هات لي معدلات، هات لي قدر يساهم في كام جول في الدوري ولعب كام مباراة وشوف المعدل بتاعه وقارنه بمعدل بيرسي تاو. بيرسي تاو طبعا كان المفروض يكون موجود، ولو موجود كان هيبلع احمد السيد زيزو وده العادي. لكن المشكلة الاكبر بقى ان انت كسبت رفيق كابو بالفعل، هو اللي المفروض يكون كسبان، راح هم مكسبين زيزو. طب يا عمو جماهير انبي اللي عملت محافة في التصويت، جماهير انبي بتتفوق على جماهير الزمالك وبتكسب اللاعب بتاعها رفيق كابو، ما حصلش الموضوع ده. بعد كده جالك في التصويت الثاني للوينج الثاني، راح حاطط لك بقى حسين الشحات مع رمضان صبحي مع الشامي مع لاعب من حرس لاعب حرس الحدود. في الاخر هيكسب طبعا حسين الشحات عشان يدوا زيزو على اليمين والشحات على الشمال ويمشوها بالحب كده ويدلعوا جماهير الزمالك اللي مش عارفين يكسبوا ولا تصويت. رسالتي هنا بقى لجماهير الزمالك، انتوا فين بجد؟ انتوا فين؟ لعيبتكم الجامده دي، يعني واحد زي زيزو اللي شايلكم على كتفه وبيجري بيكم اللي بيلعب لوحده في الدوري، انتوا فين؟ ازاي زيزو يخسر في وجودكم؟ ازاي رفيق كابو يكسب زيزو ومفيش لعيبه من الاهلي؟ طب لو في لاعب من الاهلي عارفين ان احنا هنبلعكم، تخيل مفيش لاعب من الاهلي وزيزو برضو يخسر، انتوا للدرجه دي قليلين قدامنا؟ مش قليلين يا جماعه، مش قليلين مقام، يعني انا بتكلم قليلين عدد، انتوا للدرجه دي قليلين قدامنا؟ قال لك احنا ما بقيناش نخش التصويتات دي. ما بتخشوهاش ليه؟ عشان انتوا ضعاف، عشان انت عارفين ان جماهير النادي الاهلي مسيطره عليها، عشان انت عارف انك دخلت ما دخلتش جماهير النادي الاهلي هتكسبك. طب ليه بقى؟ طب ليه من الاول ما بنعترفش ونقول ان احنا الاقليه في مصر؟ ما تقولوا كده، قولوا احنا الاقليه في مصر. قال لك كمان ايه؟ قال لك احنا لينا الجماهيريه الاكبر بره مصر في الخليج، شفناهم في البطوله العربيه والله ما كانوا مكملين ربع المدرجات وكان شكلهم يضحك. هتتفرج بقى على النادي الاهلي في كاس العالم للانديه وعلى الجماهيريه عامله ازاي في السعوديه، جمهور النادي الاهلي بقى وهو مقفل المدرجات، حتى لو بنلعب امام الفرق السعوديه، حتى لو وقعنا امام الاتحاد السعودي هتشوف جماهير النادي الاهلي بحضورها القوي
قوي في المدرجات، لان احنا اكتر في كل حته، احنا اكتر في مصر وبره مصر، احنا اكتر في كل البلاد العربيه وفي كل البلاد الغير عربيه. النادي الاهلي اكتر من الزمالك في اي حته قسما بالله. ارجع كده لمدرستك، ارجع لشغلك، ارجع لجامعتك، ارجع لاي حته انت موجود فيها وعد الاهلاويه وعد الزملكاويه، هتلاقي النسبه 10 اهلاويه قدام زملكاوي واحد بس. هي دي النسبه الحقيقيه يا جماعه في مصر. حتى الواحد اللي قدام العشرة دول بداوا يقلوا كده وبداوا يبقوا مش موجودين من كتر ما النادي الاهلي بيعمل كل حاجه، من كتر ما النادي الاهلي مكتسح بطولات، مكتسح مواجهات مباشره، مكتسح في التصويتات، مكتسح في كل حاجه، بداوا يختفوا قدامنا وبدات النسبه تبقى اكتر من 10 لواحد كمان. يلا حبينا نبين بس الصوره وحبينا نوضح الكلام كده ونوضح التطبيل اللي بيحصل من الرابطه لنادي الزمالك عشان يكوسوها ويدوها لزيزو ويظلموا رفيق كابو. وحبيت اطلع كده اتكلم معاكم لان بقالنا كتير قوي ما كناش بنطلع لايفات بننزل فيديوهات، لكن اللايفات مقللين فيها الفتره الاخيره. مستنيين الاهلي يلعب، مستنيين الزمالك يلعب، مستنيين افريقيا تبدا، مستنيين الرجاء، مستنيين الوداد، مستنيين الفرق اللي بنحب نتفرج عليها ونتكلم عليها على طول. لايكات كتير لللايف وشير على قد ما تقدر، لانه لايف كده طلعنا فجاه ولا حد مستني ان احنا نطلع ولا حد مستني ان يكون في لايف النهارده، فعايزكم تشير اللايف على قد ما تقدر، خليه يوصل في كل حته، خلي الناس تعرف تشوف ايه اللي حصل وتشوف تطبيل الرابطه لنادي الزمالك، عشان بيجوا بعد كده يقول لك الرابطه بتطبل للاهلي، يقول لك اتحاد الكره مع الاهلي، يقول لك دوله الاهلي. خليهم يشوفوا ايه اللي بيحصل معاهم. لايكات وشير على قد ما تقدر، روح على اليوتيوب اعمل اشتراك، فعل الجرس، فولو لصفحتي على الفيسبوك عشان يجي لك كل جديد. سلام.